طيب كلمة مهمة وكلمة أخيرة نختم بيها السادسة النهاردة، وأتمنى أن أنا لما أشوف حضراتكم بكرة نبقى بنحتفل بتتويج وفوز النادي الأهلي بالبطولة التاسعة في مشواره في دوري الأبطال. لكن الأهم عايز أقول كلمة لرجالة النادي الأهلي، لعيبة الأهلي ونجومه اللي هيلعبوا الماتش النهاردة. في الأهلي طبيعي إنك تكسب، وفي الأهلي العادي إنك تفوز. ما دمت في الأهلي يبقى لازم هتحقق بطولات، والجماهير بتتبسط وبتفرح لما بنحقق دوري او بنحقق كاس او بنحقق سوبر، لكن فرحه الاهلاويه دايما والنجوم اللي ما بتتنسيش ابدا والاهداف واللحظات اللي ما بتتنسيش ابدا من ذاكره جماهير النادي الاهلي هي بطوله دوري الابطال وكاس العالم للانديه. النهارده انت بتلعب وفي ظهرك 80 قول 90 مليون واقفين بيدعموك وبيساندوك ومستنيين لحظه التتويج بالبطوله. ان شاء الله ان شاء الله كل التوفيق النهارده لابطال النادي الاهلي ونجومه في لقائهم مع الزمالك في نهائي دوري الابطال، وان شاء الله باذن الله بعد المباراه جماهير الاهلي تفرح وتتبسط وتحتفل بفوز نجومهم بالنجمه التاسعه. كلامك والاجواء اللي احنا عايشينها فكرني ببيل شانكل اسطوره ليفربول، هو بيقول بتضايق لما الناس تقول ان كره القدم حياه او موت، لا هي اكتر من كده بكتير. اللي احنا عايشينه النهارده كل اللي بيعشقوا الاهلي والزمالك عايشين الحاله دي بالظبط. كلنا ثقه في النادي الاهلي، كلنا ثقه في لاعبتنا، كلنا ثقه في ال11 لاعب وفي موسيماني. النهارده ان شاء الله 90 دقيقه او 120 دقيقه هتحدد البطل. ان شاء الله يكون جيل جديد بيحفر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ انجازات النادي الاهلي. ان شاء الله نكون بنحتفل مع حضراتكم بكره باذن الله. يا رب ان شاء الله كلنا بنقول كلمه واحده بس، وهي يا رب. ادعوا من دلوقتي لحد الماتش، وان شاء الله نشوف حضراتكم على الف خير. شكرا لكم.